هلولو حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير. فيديو للشباب كذلك. فيديو اليوم هو الجدول الرياضي اللي راح نتبعه الاسبوع الجاي ان شاء الله، يعني طيله الاسبوع ابتداء من يوم غد. هذا الاسبوع اللي جاي ما حينزل فيه فيديوهات رياضه، حنتمرن على الفيديوهات اللي نزلت الاسبوع الماضي، بحيث انه الاسبوع اللي بعد هيدا الجاي حينزلوا فيديوهات رياضه جديده وحيكون جدول رياضي جديد. ليه؟ لانه مثل ما قلت لكم اول ما نزلت هذا التحدي، قلت لكم الخطه من هذا التحدي انه العضلات تضل تستجيب، جسمكم يضل يستجيب، الحرق يضل مرتفع، وكل هذا الاشياء. وهذا اللي بدي اياه انا بالتحدي اللي مسميته تحدي الدخول المدرسي، تحدي العشر دقائق، انه جسمكم يضل يستجيب معاكم. ما بدي توصلوا لمرحله يكون فيها تبات، ما في شيء عم بيصير، بدي الحرق يضل مرتفع حتى لو عملتوا يوم مفتوح، مش وجبه مفتوحه. والحمد لله هذا الشيء صار بتحدي عيد الاضحى اللي قلت لكم عليه، هذا الشيء صار. قبل نبلش بالجدول الرياضي بدي بس لكم خلوا عينكم على القناة، إذا مش مشتركين اشتركوا، لأنه الأسبوع الجاي يا يوم الثلاثاء يا الأربعاء، لسه مش عارفة أي يوم، حنزلكم فيديو نظام غذائي، النظام الغذائي اللي راح نتبعه أو الخطة الغذائية بالأحرى اللي راح نتبعها. هذا الشيء أول مرة بتشوفوه باليوتيوب، مثل تحدي عيد الأضحى قلت لكم أول مرة باليوتيوب، هذا الشيء أول مرة باليوتيوب، لأنه من الأشياء اللي بنعطيها باشتراكات خاصة، فهذا أقل شيء بقدم لكم إياه. فخلوا عينكم على القناة، وإذا لسه مش مشتركين اشتركوا واعملوا الجرس، اضغطوا على الجرس اللي هو هوني، فعلوه عشان تجيكم نوتيفيكيشن في حال، لانه في ناس ما بيوصلون اشعارات بس نزل. تعالوا تابعوني على كل ماي سوشيال ميديا، انستغرام، سناب شوت، وحتى الفيسبوك، لانه لما نزل فيديو بقول لكم اياها على الستوري وبخلي لكم اللينك عشان تروحوا دغري. عدا كده حكيت كثير بالمقدمه، عدا هيك عدا هيك انا كثير بحكي، عدا هيك كمان بنزل لكم الجدول الرياضي. ففي حال كسلتي او كسلت في يوم من الايام بتلاقوني هيك بوشكم قوموا تمرنوا. طيب الجدول الرياضي اللي رح نتبعه ان شاء الله الاسبوع الجاي، حاعمل لكم اثنين وكل واحد يختار اللي بيناسبه. الاول اذا كنتوا مبتدئين، اذا كنتوا صار لكم زمان ما عملتوا رياضه او موقفين شهر، حتى لو بس شهر موقفين او شهرين عشان ترجع لياقتكم شوي شوي. واذا كنتوا من الناس اللي ما عندكم وقت كثير، يعني ما فيكم تخصصوا ساعه للرياضه باليوم، يعني عندكم ربع ساعه 20 دقيقه نصف ساعة كحد أقصى، فهذا الجدول بيناسبكم. بس التمارين حتكون يوميا، حيكون عندنا بس يوم اللي راحة. اليوم الأول أوريدي أنا عملته هون، حخلي لكم الصورة بس حأشرح لكم كيف. ضروري الإحماء، شوفوا أي فيديو أنا بنزلكم إياه على القناة وأنتم بتعرفوني ما عندي وقت، فلما نزلكم شيء على القناة إلا وهو مهم، ما عم نزل لنزل، يعني صار لي أربع سنين بتعرفوني أوقات بغيب لأنه ما في شيء مفيد نزلكم إياه، فلما نزلكم شيء معناته مفيد. أول فيديوهين نزلتهم قبل بلش بالتحدي لأنهم جدا مفيدين، فالمشي جدا مفيد وجدا مهم، اعملوه يوميا هذا الشيء. فهون حنعتبره كفيديو إحماء، هون بنصير مشينا وحمينا، بعدين حنعمل تمارين البطن اللي هو التمرين الأساسي، بعدها بصير عندنا الإطالة. شوفوا الإطالة ممكن تعملوها مباشرة بعد التمرين، بس إذا ما عندكم وقت بعدها ممكن تعملوها بالليل مثلا قبل تروحوا تناموا. جدا مهمة الإطالة، بليز ما تطوفوا الإطالة، لأنه كتير بعرفكم بتعملوا سكيب للإطالة، ما تعملوا سكيب للإطالة، اعملوها واعملوا التنفس وادعوا لي. فاليوم الأول حيكون عندنا هو للبطن، اليوم الثاني حيكون للجزء السفلي، دائما سبقوا بالإحماء. على فكرة فيديو المشي فينا ما نعمل الفيديو كله، فينا نعمل فقط خمس دقائق منه كإحماء. اليوم الثالث حنعمل الأذرع، اليوم الرابع حنرجع نعيد، فاليوم الرابع حنرجع للبطن، اليوم الخامس حنرجع للجزء السفلي، واليوم السادس حنرجع للأذرع، واليوم السابع راحة تامة. ممكن تعملوا المشي، ممكن تعملوا الإطالة، بس ما بدي تعملوا تمارين فيها جهد، يعني ما تعملوا لي كارديو وما تعملوا لي تمرين من التمارين الأساسية، خلوا يوم راحة. ليه؟ اليوم السابع حيجي، إذا بلشتوا بكرة حيجي هو نهار السبت الجاي إن شاء الله، وبالتالي نهار الأحد الجاي حينزل الفيديو للأسبوع الجاي، حتكونوا انتوا اوريدي ريحتوا، فانتوا جاهزين لتفلشوا بالجدول الجديد. اوكي الصوره عندكم هون، اعملوا لها سكرين شوت عشان تضل عندكم. اما الجدول الثاني هون حيكون فول بادي ورك اوت، وحنتمرن فقط من 3 لـ4 مرات بالاسبوع فقط، وباقي الايام راحه. هيدا بالنسبه للناس اللي عندهم وقت اطول ليتمرنوا بس ما فيهم يتمرنوا شبه يوميا.
فهوني شو حنعمل؟ دائما الإحماء هذا ما بنشيله من عيننا، ضروري مهم جدا من 5 لـ10 دقائق، يعني يا نصف الفيديو يا الفيديو كله تعول المشي. وبعدين مهم بهذا التسلسل والترتيب اللي بقولكم اياه، اول شيء بنبلش بتمارين الجزء السفلي، ثاني شيء حنبلش البطن بعدها وبعد الأدرع. ليش هذا الترتيب؟ لأنه تمارين الجزء السفلي كانت شدتها عالية وبالتالي بيتطلب منا طاقة عالية وتركيز عالي. إذا خليناه بالأخير لأنه بنقول أوف صعب بلش بالسهل هيك بتحمس لإله، ممكن ما يكون عندنا طاقة إنه نعمل نعطي بأداء صح. أنا اللي بيهمني إنه أتمرن بطريقة صح، كون شادة على العضلات كويس، عم بتنفس كويس. بعدها بيجي البطن لأنه من ناحية الشدة بيكون هو المتوسط. هذا الترتيب اللي عطيتكم أنا. أما أنتوا إذا حسيتوا الأسبوع الماضي عملتوا حسيتوا أنه البطن بالنسبة لكم أقوى من الجزء السفلي، فبلشوا بالبطن بعدين الجزء السفلي بعدين الأدرع. وأكيد الإطالة ما بدنا ننساها، مهمة جدا نعمل كل داون بعد هذه التمارين كلها، نأخذ وقت لإنا نتنفس بطريقة صح ونعمل تمارين الإطالة اللي ضروري 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 ما نهملها. هدول هن الجدولين اللي عنا. اول شيء بدي اياكم تحت بالتعليقات تقولوا لي انتم اذا رح تتبعوا الجدول الاول ولا الجدول الثاني وليش، لانه بحب اقرا تعليقاتكم. لو ما برد انا بقرا كل تعليقاتكم، عشان كده بتلاقوا فيديوهاتي تحت طلبكم، يعني بتقولوا اه كانك سمعتينا، لا انا بقرا تعليقاتكم بس ما بيكون عندي وقت جاوب الكل، فبيهمني كثير اقرا تعليقاتكم حتى اعرف كيف نظم لكم جداول الرياضيه الجداول الغذائيه. كمان ما تنسوا تحت بالتعليقات اعطوني نبذه خفيفة عن أنظمتكم الغذائية، كيف نهاركم، كيف تاكلوا، شو بتحبوا شو ما بتحبوا، شو الأشياء اللي ما فيكم توفروا، عشان الفيديو اللي حيكون جاي إن شاء الله كتير رح تنبسطوا منه. أنا بقلكم بحبكم كتير، ما تنسوا تجوا على الإنستغرام والسناب شات وكذلك الفيسبوك لأنكم ما رح تندموا أبدا. بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.